موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للأمة العربية والإسلامية بأسماء آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال، أعدهم الله علينا بالخير والسرور والرخاء. وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بهذه المناسبة أن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً على دور الدولة المصرية في دعم أصحاب الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا العالمية. كما أكد الرئيس السيسي أن المنظمات الدولية أشادت بالدور الذي قامت به مصر في دعم العمال وأصحاب الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا، مما جعلها تضع مصر ضمن الدول الرائدة في هذا الشأن. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد فيه أنه يمكن الآن لطلاب الثانوية العامة الدراسة بشكل شيق مع التغطية الكاملة لمنهج العلوم الثانوي من بريتانيكا التي تدعم الطلاب داخل وخارج الفصل الدراسي. وأكد وزير التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الأمر من طلاب مرحلة الثانوية العامة الوصول لهذه المصادر من خلال منصة إدارة التعلم LMS عبر بنك المعرفة المصري. قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم مستقر ومنخفض في درجات الحرارة عن الأمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى اليوم تسجل 31 درجة مئوية والأجواء ربيعية. وأكدت أنه من المتوقع ظهور الشبورة المائية خلال أيام عيد الفطر، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، منوهة على ضرورة القيادة على الطرق بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأسبوع الجاري بالظهيرة ومتابعة النشرة الجوية باستمرار. وضحت دار الإفتاء الأيام التي يحرم الصيام فيها، وأكدت إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن قوات أوكرانيا قصفت عدة قرى بمنطقة خرسون، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وأكدت أن هناك مصابين بين المدنيين في خرسون جراء القصف الأوكراني على قرى المدينة. وإلى جولتنا الاقتصادية، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا عن أسعار أمس، ووصل سعر جرام الذهب عياري 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 938 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عياري 24251 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عياري 21 الأكثر انتشاراً بين أعيرة الذهب 1095 جنيه. وننتقل لأسعار الدولار، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مقابل الجنيه المصري 18 جنيهاً و44 قرشاً للشراء و18 جنيهاً و52 قرشاً للبيع. وإلى هنا انتهت جولتنا الإخبارية، لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع صدى البلد. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.